ينضم معنا من نيويورك مراسلنا حسن أبو زيتون. حسن، ما الجديد بشأن التفجير الذي وقع في كاليفورنيا وخصوصا قضية مالك؟ في الواقع سالم، بعد تحقيقات استمرت أكثر من 48 ساعة، خلص مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI إلى أن الحادث الذي تم خلاله قتل أكثر من 14 شخصا وإصابة 18 شخصا بأنه عمل إرهابي. مكتب التحقيقات الفيدرالي توصل إلى هذه النتيجة بعد أن داهم منزل الزوجان اللذان قاما بهذا العمل، وأكد على أن هذا العمل اقتضى الكثير من التخطيط والإعداد المسبق، كما أن الزوجان في اللحظات الأخيرة حاولا التخلص من بصماتهم الإلكترونية المتعلقة بهواتفهم الشخصية، حيث حاول إتلاف هذه الهواتف ووضعها في مكان بعيد. كما أن الزوجة سبقت أيضا الاعتداء بلحظات أن قدمت تأييدا وولاء إلى زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى أن المكتب التحقيقات الفيدرالي وجد كميات هائلة من الأسلحة والمواد المتفجرة التي كانت من الممكن أن تؤدي إلى إحداث إصابات كبيرة بين المدنيين وبين الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم في المقام الأول. مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد بأن هذه التفاصيل هي ما زالت في بدايتها، وأنهم يعمل على ربط الخطوط والخيوط المتشابكة والمتواصلة، حيث أن الزوجان كانا على اتصال مع بعض الشخصيات التي لها علاقة بالإرهاب هنا داخل الولايات المتحدة، وأنهم لا يعتبروا أعضاء في تنظيم داعش لكنهم قد يكونوا من المؤيدين لهذا التنظيم المتطرف. البيت الأبيض سارع إلى عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وفريقه الأمني، والتأكيد على وإطلاع الرئيس باراك أوباما على الخطوط والتفاصيل الأولية لهذا الحدث. مكتب التحقيقات الفيدرالي والأجهزة الأمنية ما زالت تؤكد على أن التحقيقات ما زالت في بدايتها، لكنها غيرت موقفها بشكل كامل وأكدت على أن هذا الحادث هو يحمل بصمات إرهابية نشأت وتعززت هنا داخل الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما استغل هذا الحادث مرة أخرى للتأكيد على خطورة الانتشار الكثيف للأسلحة الفردية على مستوى الولايات المتحدة، وأن حوادث القتل الجماعي باتت هي الصفة الأكثر دموية هنا في تاريخ الولايات المتحدة، خاصة وأن أمريكا هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي يحظى بها الانتشار الكثيف بما يضمنه الدستور والقانون الفيدرالي الأمريكي. أوباما طالب الكونغرس بضرورة التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الأسلحة على الرغم من المعارضة القوية للحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري ما زال يؤكد على حق المواطن الأمريكي في الحصول على السلاح بغض النظر عن الظروف والأسباب، وهذا حق كفله الدستور الأمريكي، لكن هذا الحق بات يتبلور ويظهر أولا بأول بخسائر جسيمة على مستوى الولايات المتحدة في الأرواح، وهي باتت الصفة تتكرر باستمرار. نعم، حسن أبو زيتون مراسل إخبارية من نيويورك، شكرا جزيلا لك.